السلام عليكم ورحمة الله. في محاضرة جديدة من محاضرات مادة ميكانيك التربة لطلبة المرحلة الثالثة قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة البصرة. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى موضوع السيبج أو التسرب، اللي نقصد به طبعا هو تسرب المياه في التربة. بالفصل السابق Chapter 7 أخذنا موضوع البيرميبوليتي، وقدرنا نستخرج Rate of Flow، معدل الجريان خلال الزمن، باستخدام قانون دارسي. الفلو ريت اللي وجدناه من خلال دارسي لو كان بأبسط حالاته، كنا نفترض أنه الفلو هذا يكون باتجاه واحد in one direction، وكذلك هذا الفلو يكون منتظم على مساحة مقطع الجريان. الفلو هذا نفسه يكون منتظم على مساحة مقطع الجريان. في هذا الفصل الأمور شوية أكثر تعقيدا. هاي السمبلسيتي اللي استخدمناها في Chapter 7 راح شوية تتعقد، على اعتبار أنه الجريان الحقيقي، جريان الماء الحقيقي في التربة يكون بعدة اتجاهات، ما يكون باتجاه واحد. كذلك نفس هذا الجريان ما يكون عادة منتظم خلال مقطع الجريان، قلنا مقطع الجريان يكون عمودي على اتجاه الجريان، لكن هذا الجريان ما يكون منتظم، ما يتوزع بصورة منتظمة على مساحة مقطع الجريان. لذلك مثل ما قلنا الأمور أكثر تعقيدا. حتى نحل هاي المشكلة، مشكلة التعقيد هذا، تستخدم ما يسمى بمعادلة لابلاس، لابلاس equation of continuity. لابلاس وضع معادلة تتحكم بجريان الماء في نقطة معينة من التربة. هاي المعادلة شوية تكون معقدة نوعا ما، وحلها يحتاج إلى لربما إلى برامج حاسوبية لحل هذه المعادلة. احنا ما راح نتطرق إلى المعادلة نفسها وطريقة اشتقاقها في المحاضرات الكاملة للمادة للفصل الثامن. تعرفون انه في هذه الفترة سوينا حذف وتعديل لبعض المواد، فمن ضمنها أنه معادلة لابلاس وكيفية اشتقاقها تم حذفها. لذلك إذا أردتوا تعرفون كيفية اشتقاقها تقدرون ترجعون إلى المعادلات الأصلية للمادة. عموما لابلاس إكواجين قلنا هي معقدة نوعا ما، لذلك تم الاستعاضة عن استخدام أو حل معادلة لابلاس بحل بديل. هذا الحل البديل هو بشكل جرافس، بشكل رسم. الرسم الناتج عن استبدال معادلات أو معادلة لابلاس نسميه فلونتس، نسميه فلونتس أو شبكات الجريان. إذا راح يكون عندنا مصطلح في هذا الفصل راح يستمر معانا إلى نهاية الفصل، اللي هو الفلونتس أو شبكات الجريان. شبكات الجريان هذه بها عدة عناصر يجب معرفتها قبل أن نعرف كيفية رسم هذه القنوات أو هذه الشبكات. من ضمن عناصر الفلونتس، خلينا نروح إلى هذا الرسم. هذا الشكل يبين permeable soil layer، الطبقة منفذة للمياه واقعة في أعلى طبقة غير منفذة للمياه، impervious soil layer. عندي هنا ماء بالأبستريم وعندي أيضا ماء بالداونستريم. الأبستريم هو مستوى الماء الأعلى، والداونستريم هو مستوى الماء الأسفل أو الأقل. يفصل بيناتهم ما يسمى بالشيت بايل. شيت بايل هو فد جدار، جدار عادة يكون مصنوع من الحديد، جدار حديدي ستيل. هذا الجدار يتكون من مجموعة من القطع الحديدية تتركب فيما بينها. هاي القطع الحديدية تكون مضلعة، شكلها يكون مضلع. تركيب هاي القطع ينتج لي فد شكل أشبه بالجدار. من استخدامات الشيت بايل هو يستخدم لعزل الماء في الأبستريم عن الداونستريم، ويستخدم أيضا كجدران ساند، لها استخدامات متعددة. الآن مثل ما قلت أدي ماء بالأبستريم وماء بالداونستريم، يفصل بيناتهم هذا الشيت بايل. طيب، من أهم عناصر
الفلونتس شبكات الجريان هو ما يسمى بالفلو لاين. هذا الجزء يسمى بالفلو لاين. الفلو لاين هو بالحقيقة إذا أريد أن أعرفه هو خط اللي يعبر عن مسار الماء داخل التربة، أو الخط اللي تتخذ جزيئة الماء للمرور من الأبستريم إلى الداونستريم. إذن هو خط تتخذ جزيئة الماء أو مسار جزيئة الماء داخل الطبقة المنفذة للمياه من الأبستريم إلى الداونستريم. هذا بالنسبة إلى الفلو لاين. هاي المصطلحات ركزوا عليها وحفظوها. عندي بعد بالإضافة إلى الفلو لاين عندي ما يسمى بالإكويبوتنشال لاين. إكويبوتنشال لاين أو خطوط تساوي الجهد. خطوط تساوي الجهد. هاي الخطوط هي خطوط تصل بين النقاط المتساوية في الجهد. خطوط الإكويبوتنشال لاين هي خطوط تصل بين النقاط المتساوية في الجهد. أي أنه إذا وضعت بيزوميتر في نقاط متعددة في نقاط مختلفة على طول خط الإكويبوتنشال لاين، فإن مستوى البيزوميتر في هذه النقاط يكون متساوي. في كل نقطة من نقاط الإكويبوتنشال لاين يكون الجهد متساوي، أي أنه إذا وضعنا بيزوميتر في نقاط مختلفة قراءة البيزوميتر تكون متساوي، قراءة واحدة. طيب هاي الفلو لاين والإكويبوتنشال لاين مجموعهم راح يشكل عندي الفلو نت. مجموعهم مجموعة من الفلو لاينز ومجموعة أخرى من الإكويبوتنشال لاينز راح يشكل عندي الفلو نت. تلاحظون هنا هاي الخطوط أسميها الفلو لاينز. هاي الخطوط هي الفلو لاينز، وهذه الخطوط الأخرى هي الإكويبوتنشال لاينز. هاي هي الخطوط اللي هي إكويبوتنشال لاينز. هاي فد مجموعة من خطوط الفلو لاين، الفلو لاينز والإكويبوتنشال لاينز. طيب احنا حتى نرسم هاي الخطوط عندنا شرطين. حتى نرسم هذه الخطوط اكو شرطين يجب اخذهم بنظر الاعتبار. الشرط الاول انه تقاطع الفلو لاين، تقاطع الفلو لاين مع الاكويبوتنشال لاين يكون بزوايا قائمه. تقاطع الفلو لاين مع الاكويبوتنشال لاين يكون بزوايا قائمه. الزوايا الناتجه عن تقاطع البوتنشال لاين مع اي فلو لاين يكون بزوايا قائمه، زاويه 90 تقريبا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني انه هذه الفلو فلو سيل، هذه الخليه او فلو اليمنت، هذه الخليه وهذه الخليه وهذه الخليه، هاي الخلايا هي تقريبا ذات اشكال مربع. هي تقريبا تصنع أشكال مربعة، إنه إذا رسمت هنا الدائرة داخل هذا المربع راح المفروض الدائرة تمس جميع الأضلاع. بالنسبة إلى هذه الأشكال، أشكال الفلو لاينز، هاي أشكال الفلو لاينز طبعا ما رسمت اعتباطا هالشكل، هي أشكالها هذه اللي تقريبا هي يعني كإليبس أو أنصاب دوائر، فالمنحنيات تكون بهالشكل هذا، طبعا تتجه من الأبستريم إلى الداونستريم. هاي الأشكال تم اعتمادها بناء على طبعا حسابات وعلى مشاهدات عملية. بالنسبة إلى المشاهدات العملية يعني أنا بس حضرت لكم هنا فد فيديو على اليوتيوب يمثل كيفية حركة المياه من الأبستريم إلى الداونستريم. خلينا نشوف هذا الفيديو. هذه فالصبغة تم وضعها بالأبستريم وسمح للماء بالمرور من الأبستريم إلى الداونستريم، وتلاحظون كيفية أو شكل حركة جزيئات الماء. هاي الصبغة أو اللون تمثل لك كيفية حركة جزيئات الماء والشكل الناتج عن حركة جزيئات الماء من الأبستريم إلى الداونستريم. هاي الأشكال اللي تكون عادة أشكال أو هاي المنحنيات تكون متوازية مع بعضها البعض مثل ما تلاحظون طريقة
حركة جزيئات الماء من الأبستريم إلى الداونستريم يكون بهالصورة هذه. طيب بالإضافة إلى هاي النقطتين عندي أيضا مجموعة من الباوندري كونديشنز من الشروط الواجب أخذها بنظر الاعتبار في حسابات الفلونت. طبعا هاي الفلونت راح نستخدمها في عدة حسابات راح نتطرق لها بعدين. من ضمن استخدامات الفلونت أنه راح أقدر أعرف أو أحسب rate of flow اللي يحدث من الأبستريم إلى الداونستريم راح أقدر أعرف. أيضا أقدر أعرف توزيع الضغط تحت المنشآت أو السدود. يعني إذا كان عندي سد مثلا في هذا الشكل راح أقدر أعرف من خلال رسم الفلونت أقدر أعرف توزيع الضغط تحت هذا السد. أيضا أقدر أعرف بالإضافة إلى ذلك عندي حسابات الاستقرارية، حساب استقرارية السد نفسه وحساب استقرارية التربة في الداونستريم ضد ما يسمى بالبايبينج أو البويلينج اللي هو الفوران اللي يحدث نتيجة حركة المياه. هاي راح نتطرق لها بعدين. يعني من خلال رسم الفلونت أقدر أعرف وأخمن استقرارية المنشأ نفسه السد واستقرارية التربة في الداونستريم. أيضا من خلال حسابات الفلونت أو رسم الفلونت راح أيضا أقدر أعرف في كل نقطة من نقاط التربة شقد تكون يعني تخمينا شقد تكون قراءة البيزومتر. فإذا فوائد رسم الفلونت هي فوائد كبيرة بالنسبة إلى التربة نفسها والمنشآت الموجودة على التربة. قلنا عندي مجموعة من الباوندري كونديشنز اللي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند رسم الفلونت. أرجع لهذا الرسم هنا. في هذا الرسم قلنا عندي مجموعة من الفلو لاينز ومجموعة أخرى من الإكوبوتنشال لاينز من خطوط الجريان وخطوط تساوي الجهد. بالنسبة إلى أول نقطة بالباوندري كونديشنز، أول نقطة أنه هذا السيرفس اللي موجود بالأبستريم والسيرفس الآخر الموجود بالداونستريم، هذا الدي إي هو السطح الموجود بالداونستريم والأي بي سطح الأبستريم، هذول هم أعتبرهم إكوي بوتنشال لاينز خطوط تساوي جهد. أي إذن عندي أول خط من خطوط تساوي الجهد الإكو بوتنشال لاين هو سطح الأبستريم اللي هو أي بي، وآخر خط من خطوط الإكو بوتنشال لاينز هو سطح الداونستريم اللي هو دي إي. بما أنه هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بما أنه الأي بي صار عندي إكو بوتنشال لاين والدي إي صار إكو بوتنشال لاين أيضا، إذن خطوط الجريان الفلو لاينز هذه راح المفروض تصنع زوايا قائمة مع هذول الخطين. الزوايا هذه اللي يصنعها الفلو لاينز مع الإكو بوتنشال لاين أي بي والإكو بوتنشال لاين دي إي، هاي المفروض تكون عندي زوايا قائمة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه أسطح المنشآت الموجودة على التربة سواء كان شيت بايل أو سد دام، هاي تمثل لي الأسطح الخارجية إلها تمثل لي فلو لاين. فإذا إذا كان عندي هذا الشيت بايل، فإذا أول فلو لاين في هذه الشبكة هو ACD. طبعا الفلو لاين قلنا هو يتجه من الأبستريم إلى الداونستريم، فأول فلو لاين هو يمثل لي AC، يعني جزيئة الماء تبدي من نقطة A تجي بعدين إلى نقطة C وتعبر إلى الداونستريم إلى نقطة D. إذن أول فلو لاين هو ACD. آخر فلو لاين هو سطح الطبقة غير المنفذة للمياه الامبيرفيوس سويل لاير اللي هو FG. هاي الـ FG هو أيضا أعتبره
فلو لاين. اذا صار عندي اي سي دي هو فلو لاين و اف جي هو فلو لاين ايضا. هاي نقطة ثالثة. واعتيادي النقطة الرابعة، بما انه هذه هي فلو لاينز، فاذا تقاطع الاكويبوتنشال لاينز مع الاف جي ومع الاي سي دي، اللي هي هاي النقاط هاي النقاط هاي النقاط وهاي النقاط، راح تكون تلتقي معها بزوايا قائمة أيضا، زوايا اللي تصنعها الإكوبوتنشال لاين مع الفلو لاينز راح تكون بزوايا قائمة، زاوية 90. هذه أربع شروط يجب أخذها بنظر الاعتبار في حسابات الفلو لا أو الفلو نت. طيب نجي إلى كيفية حساب السيبج، نجي إلى كيفية حساب الفلو ريت أو السيبج ريت من خلال الفلونت. لو أخذ هذا المقطع في التروة، هذا المقطع في التروة، هذا المقطع عبارة عن two flow lines، هذا عندي flow line واحد وهذا flow line الثاني، والقناة المحصورة بين أو المساحة المحصورة بين هاي two flow lines أسميها بالflow channel، أسميها flow channel. إذن أدي flow channel هنا. في هذا الflow channel أدي مجموعة من الخلايا، مجموعة من cells أو elements. هذا element الأول، الثاني، الثالث إلى آخره. في كل element عندي equipotential line في بداية element وفي نهاية element equipotential line. فمثلاً في element الأول هنا ارتفاع البيزومتر راح يساوي h1 على طول نقاط، قلنا على طول نقاط equipotential line. في الإكوبوتنشال لاين الثاني ارتفاع البيزومتر هو H2 اعتبره، بالثالث H3 إلى آخره. طيب بما أنه الدلتا كيو الداخلة راح تساوي دلتا كيو الخارجة، يعني rate of flow الداخلة راح تساوي دلتا كيو rate of flow الخارجة، فإذا الدلتا كيو هنا راح تساوي دلتا كيو 1 وتساوي دلتا كيو 2 وتساوي دلتا كيو 3. كل rate of flow في هذه السيلز راح تكون متساوية، وهي بالنتيجة راح تساوي إلى دلتا كيو الداخل. طيب من خلال معادلة دارسي اللي أخذناها بالفصل السابع عرفنا أنه الكيو small q هذه هنا تساوي إلى k في i في a، الconductivity في الgradient في مساحة المقطع. هذه المعادلة أقدر إذن أكتبها بصيغة ثانية. دلتا كيو راح تساوي دلتا كيو 1، دلتا كيو 1 اللي هي هذه، دلتا كيو 1 راح تساوي مثل ما قلنا K في الـ I في الـ A، K هي نفسها لكل المقاطع. بالنسبة إلى الـ I، الـ I عرفناها على أساس أنه هي دلتا H over L، هي الفرق بالجهد بين نقطتين على المسافة اللي تسلكها جزيئة الماء بين هاي النقطتين. فلو أخذت السيل هذه الخلية، فالفرق بالجهد بين بداية الخلية ونهايتها هي H1 minus H2، هي مستوى الماء في أعلى المقطع ومستوى الماء في أسفل المقطع، هي H1 minus H2 مقسم على المسافة اللي تسلكها جزيئة الماء من هاي النقطة إلى هاي النقطة اللي هي L1، هي L1. طيب المساحة، المساحة هنا راح تكون تساوي إلى ارتفاع المقطع هذا اللي هي أيضا L1، مثل ما قلنا أنه الخلية هاي تكون مربع، خلية السيل تكون مربعة، فإذا L1 هنا و L1 هنا أيضا. إذا مساحة مقطع الجريان هاي أي تمثل لي مساحة مقطع الجريان، إذا هاي المساحة مساحة مقطع الجريان راح تساوي L1 مضروبة طبعا في واحد، الواحد هنا ما ظهر، الواحد هو البعد الآخر اللي هو البعد العمودي على اتجاه الجريان، اللي هو عمودي على اتجاه الشاشة في واحد متر. إذا هذه المساحة الأولى وهذه الدلتا أو الآي بالنسبة إلى الخلية الأولى. الخلية الثانية أيضا راح تساوي كي، كما قلنا هي متشابهات قيمة الكي conductivity مضروبة في الدلتا اتش على L. دلتا اتش هنا هي H2 minus H3، هي H2 minus H3 على L، المساحة المسار اللي تسلك جزيئة الماء هي L2،
فهي over L2 مضروبة في المساحة اللي هي أيضا L2 في 1 متر. وكذلك بالنسبة إلى الخلية الثالثة هي K في H3، هنا عندي ناقصا H4 over L3. L3 أيضا مضروب في المساحة اللي هي L3 في 1 متر. فإذا هذا هو الدلتا كيو، هذا هو الدلتا كيو. تلاحظون أيضا طبعا هنا نقدر نختصر L1 تروح مع L1، هنا L2 تروح L2، راح يبقى عندي أنه ال K H1 minus H2 يساوي ال K في H2 minus H3. وبالتالي إذا ردنا نساوي هاي المقادير راح تكون عندي المفروض أنه H1 minus H2 تساوي H2 minus H3، يعني H1 minus H2 تساوي H2 minus H3 اللي هي هذه، وتساوي بدورها ال H3 minus H4 وإلى آخره. هذا هو عندي الدلتا H. إذا الدلتا H هنا أنا مقدار الخسارة بالجهد في كل خلية راح تساوي H over ND. طيب شنو هي ال H وشنو هي ال ND؟ ال H هنا هو ال head difference between the upstream and downstream sides، هو الفرق في مستوى الماء في منسوب الماء بين الأبستريم والداونستريم. الإتش نقدر نلاحظها في هاي الرسومات، هذا عندي H1 مستوى الماء في الأبستريم، وهذا عندي H2 مستوى الماء في الداونستريم. فالإتش هو الفرق بين H1 و H2 اللي هي هاي المسافة. أيضا بالنسبة إلى الرسم الآخر، بالنسبة إلى الرسم الآخر، هذه عندي H1 وهذه عندي H2. فال H capital H هي الفرق بين H1 و H2. أحيانا يعني مو دائما يكون عندي ماء في هذه المنطقة، فال H هنا تساوي H1، يعني هي تبقى الفرق بين مستوى الماء في ال H في ال upstream عن ال downstream. وأحيانا أخرى هذا المستوى، مستوى التربة في ال downstream ما يكون نفس مستوى التربة في ال upstream، يكون أسفل من عنده مثلا في هالمنطقة هذا. تبقى المبدأ نفسه، أنه الفرق بين مستوى الماء في الأبستريم عن مستوى في الداونستريم. إذن هذه بالنسبة إلى الـ H. نجي بالنسبة إلى الـ ND. الـ ND هنا هو number of potential drops، number of potential drops أو عدد مرات الفقدان في الجهد. ND بس ركزوا وياي هنا، ND هو عدد مرات الفقدان في الجهد. خلينا نرجع، شنو هو عدد مرات الفقدان في الجهد؟ خلينا نرجع إلى هذا الرسم. في هذا الشكل لو وضعت بيزوميتر في أول إكوبوتنشال لاين في الـ AB، فقراءة البيزوميتر هنا راح تكون مساوية إلى الـ H1، لأنه ما صار عندي خسارة. ما صار عندي خسارة. هذا الخط هنا هو خط فاصل بين التربة والماء. هو يعني ما منتمي إلى التربة، بحيث هو داخل بالتربة، وفي الحالة راح يكون عندي خسارة في جهد الماء. لا، هو على الخط الفاصل بين الماء والتربة. فإذا قراءة البيزوميتر هنا H1 على اعتبار أنه ما صار عندي خسارة. من أجي على هذا الخط الكوبوتنشال الثاني، قراءة البيزوميتر هنا راح تقل عن قراءة البيزوميتر في الخط الأول بمقدار دلتا H، بمقدار دلتا H، لأنه صار عندي خسارة في هذه المنطقة. جزيئة الماء من انتقلت من هذا المكان إلى التربة صار بها خسارة في الجهد، وصلت إلى هذا الخط، إلى هذا الخط، كل النقاط الواقع على هذا الخط ارتفاع البيزوميتر فيها هو ال H1، H1 ناقصا دلتا H، فصار عندي خسارة بالجهد، صار عندي خسارة بالجهد. طيب بال equipotential line الثاني راح تضاف إلى أيضا دلتا H ثانية، على اعتبار أنه هذه المنطقة صار بها خسارة ثانية. فإذا في كل منطقة جاي يحصل عندي خسارة مقدارها دلتا H. هنا عندي دلتا H، هنا عندي دلتا H، هنا راح يكون عندي دلتا H، هنا أيضا، هنا أيضا، هنا أيضا. فإذا كم منطقة أنا أخسر بها جهد؟
كم منطقة أنا أخسر بها الجهد. فعدد مرات أو عدد مناطق خسران الجهد أو فقدان الجهد هي هاي الـ ND. فهنا في هذه الحالة عندي هنا أنا راح أخسر جهد، وعندي هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، وهاي ستة. فإذا الـ ND في هالحالة هي ستة. الـ ND في هذه الحالة هي ستة. بهالطريقة أقدر أحسب الـ ND. لو أجي أيضا على المثال الآخر، على المثال الآخر، هذا المثال أشوف إيش قد عندي ND. الـ ND راح تكون تساوي إلى هاي المنطقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فإذا الـ ND هنا تساوي 9. فإذا هي عدد المناطق مو عدد الخطوط. تقدر تستنتج أنه الـ ND تساوي number of potential drops number of potential lines ناقصا واحد. هنا أنا في هالحالة نتيجي تحسب عدد الـ equipotential lines راح أشوف أنه تساوي 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهذا الخط الأخير اللي هو 10. إذن 10 ناقص واحد راح يكون 9. أيضا هنا أنا أيضا تقدر تستنتج أنه الـ ND number of potential drops راح يكون واحد، لأن هذا الخط أول خط هو equipotential line. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ناقص 1 هو 6. فإذا الـ ND تساوي 6. فأنت مخير أما تحسب المناطق أو تحسب الخطوط وتنقصها 1. هذا بالنسبة إلى الـ ND وكيفية حسابه. طيب، فإذا الدلتا كيو، دلتا كيو راح تساوي الـ K في الـ H over ND. راح تساوي الـ K في الـ H over ND. هذه بالنسبة إلى خلية إلى channel واحدة، إلى قناة واحدة. طيب أنا أريد أعرف الـ Q لكل الطبقة المنفذة، فلازم أضرب في عدد القنوات، في عدد القنوات. هنا أنا number of channels، number of flow channels أسميها NF. number of flow channels أسميها NF. خلي أشوف شنو هي الـ NF. الـ NF أو عدد number of flow channels هو عدد المناطق اللي تمشي بها جزيئات الماء، عدد المناطق اللي تمشي بها جزيئات الماء. مثل ما قلنا أول flow line هو ACD، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس. فكم channel راح يصير عندي هنا؟ كم قناة؟ هنا القناة الأولى راح تكون محصورة بين الفلو لاين الأول والفلو لاين الثاني، فإذا هاي عندي قناة أي واحدة. القناة الثانية هو بين الفلو لاين الثاني والفلو لاين الثالث، فإذا هاي عندي قناة ثانية. صار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة. في الحالة الـ NF عدد قنوات الجريان راح تساوي أربعة. فإذا هي عدد المساحات المحصورة بين الفلو لاينز، عدد المناطق المحصورة بين خطي سريان متتاليين. هاي هي number of flow channels أو ما يسمى بالـ NF. أيضا هنا نفس الشيء نقدر نحسبه، هذه الـ flow channel الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، وهذه الخامسة. فإذا الـ NF تساوي 5. طيب مثل ما قلنا احنا حسبنا هاي المعادلة هي دلتا كيو لفقط flow channel واحدة. لو اجي احسب لي كل الflow channels راح المفروض اضرب في عدد الflow channels. فاذا الكيو rate of seepage او سميها rate of flow راح تساوي الـ K في H في NF في مقسمة على ND. اذا هي K الconductivity مضروبة في الفرق المنسوب بين الأبستريم والداونستريم، مضروبة في number of flow channels مقسمة على number of potential drops.
هاي معادلة 8 5 نحسب معدها الريت اوف فلو. ايضا من ضمن المعلومات اللي اقدر احسبها من خلال الفلو نت اللي هي الهيدروليك جريدينت او الميل الهيدروليك. احنا عرفنا من الفصل السابق انه الاي الميل الهيدروليك هو دلتا اتش اوفر ال. الاي هو دلتا اتش اوفر ال، وعرفنا انه موضوع السابق الفقره السابقه انه الدلتا اتش هو اتش الفرق بين مستوى الماء في الابستريم عن داونستريم مقسم على الان دي. طيب لكل خليه لكل سيل طبعا راح يكون لها فالطول مختلف، لذلك انه الاي هنا الاي تكون غير ثابته الهيدروليك جريدينت، بما انه ال يكون نوت كونستانت فاذا الهيدروليك جريدينت يكون ايضا نوت كونستانت، راح يكون متغير وتاخذ قيم متغيره. احنا هنا ندور على ما يسمى بالاي ماكسيمم الماكسيمم هيدروليك جريدينت. الاي ماكسيمم يحصل عندما ال تكون ال مينيمم، يعني اكبر قيمه نحصل عليها للاي قد ما تكون هذه ال هو اقل ما يمكن، حيث الدلتا اتش على هذا الرقم يكون ثلاث قيمه كبيره. فاذا الاي ماكسيمم راح يساوي دلتا اتش اوفر ال مينيمم. ال مينيمم هنا بعدين بالامثله راح تتوضح عندنا اكثر، هي بالحقيقه نسميها احيانا بالال اكزيت، او حتى هاي الاي ماكسيمم نسميها اي اكزيت. اي اكزيت محسوبه على اساس انه ال مينيمم المينيمم هذه هي المسافة أو الطول، طول الخلية في منطقة الإكزيت، في منطقة الداونستريم، أو هي المسافة العمودية. يعني إذا نجي إلى هذا الرسم احنا قلنا أنه هي الـ مينيمم. فإذا الـ minimum عادة تعرف وتحسب على أساس أنها هي المسافة العمودية بين آخر خطين لتساوي الجهد، عندك هذا الخط وهذا الخط هم آخر خطين، فهي المسافة العمودية اللي تكون بين آخر خطين لتساوي الجهد. هذا طبعا تقاس بالمسطرة بالاعتماد على السكيل، في كل مسألة راح تجيك أو مثال راح يكون عندك سكيل موجود على المثال، فأنت تشوف السكيل هذا شقد قياسا الى مسطرتك اللي تستخدمها، وتجي تخلي مسطرتك هنا وتشوف ايش قد هذه، وبين نسبه وتناسب راح تحسب هاي المسافه بالامتار. اذا هذا هو ال مينيمم، راح نتطرق له بعدين بشكل اكثر تفصيل. اذا الاي ماكسيمم هو دلتا اتش اوفر ال مينيمم، ايضا اريدك تحفظ هذه العلاقه. ايضا من المعلومات المفيده في رسم الفلونت هو ايجاد السيبج ستريس او السيبج فورس. احنا نعرف انه الافكتيف ستريس الاجهاد الفعال لنقطه في التربه تبعد مسافه زد عن سطح التربه، هذا هو سمي الاجهاد الفعال. طبعا بالفصل اللاحق ان شاء الله راح يكون عندنا موضوع الافكتيف ستريس ناخذه بصوره اوسع وطبق عليه امثله اكثر، لكن هنا الشيء اللي راح يفيدنا هو انه الدلتا السيجما زد، هذه سيجما داش زد دائما الافكتيف ستريس نرمز له بالسيجما داش زد تساوي، ايش راح يساوي عندي؟ راح يساوي سيجما زد ماينس يو زد. السيجما زد هذا هو الجهد اللي يجيني من ارتفاع عمود التربة فوق نقطة بي اللي تبعد مسافة الزد. إذن هو الجهد الجاي أو الإجهاد القادم الآتي أو الناتج من ارتفاع عمود التربة فوق نقطة بي. طبعا هاي التربة هنا تربة مشبعة، خلينا نعتبرها تربة مشبعة، فإن القامة هنا هي القامة المشبعة، هي القامة الكلية. طيب الجاما زد بما انه هو ارتفاع عمود التربه فهي قيمتها هي الجاما في الزد، هي كثافه التربه في هذا الارتفاع، هاي بالنسبه الى السيجما زد. طيب بالنسبه الى اليو زد، اليو زد هنا
هو ارتفاع عمود الماء. ارتفاع عمود الماء فوق نقطة بي. يوجد هو ارتفاع عمود الماء فوق نقطة بي، طبعا حسابه هو راح يكون بالجاما دبليو في الزد. هنا الإشارة سالبة، يعني ليش هنا إشارة سالبة؟ ليش؟ لأنه ارتفاع عمود التربة راح يسبب لي ضغط بالاتجاه من الأعلى إلى الأسفل، يعني ضغط على هاي النقطة، بينما اليوزد راح يكون تأثيره من الأعلى إلى الأسفل. يعني تعرف أنه الماء يسبب قوة طفو للأجسام الموجودة به، ونفس الحالة بالتربة، الماء حد ذاته يسبب قوة طفو، فهي تعمل عكس اتجاه ارتفاع عمود التربة اللي أعلى نقطة فيه، لذلك هنا الإشارة سالبة. طيب هنا أنا عندي جاما زد، هنا أنا جاما دبليو في الزد، استخرج الزد خارج قوس، راح تبقى عندي، طبعا هنا ما موجود زد، طيبها أنت بالمحاضرات مالتك، راح تكون جاما ناقص جاما دبليو. هاي الجاما ناقص جاما دبليو اللي هي اليونت ويت للسويل ناقص اليونت ويت للماء أسميها جاما داش، دائما أسميها جاما داش، أو أحيانا أرمز لها أو أسميها جاما سبميج، جاما سبميج أو الجاما الغاطسة. إذا سيجما زد داش تساوي جاما داش في الزد أو جاما سبميج في الزد. هاي بالنسبة إذا كان عندي الحالة ستاتيك، أي أنه ما عندي حركة مياه. أنا بالسيبج عندي حركة مياه، إذا الحركة هاي تأثر على قيمة الإفكتيف ستريس، راح أما تزيدها أو تقللها بالاعتماد على من؟ على اتجاه الماء، على اتجاه حركة الماء، على اتجاه حركة الماء. السيبج فورس نفسها، هذا السيبج فورس ناتج عن حركة المياه، سيبج فورس بير يونت فوليوم راح تكون مساوية إلى الجاما دبليو في الآي، جاما دبليو في الآي، الآي هنا هو الهيدروليك جريدينت. لذلك انه الفورس اللي راح تسبب لي ستريس راح يكون مساوي الى هاي الفورس، طبعا هاي الفورس راح تسبب لي ستريس مساويه الى الجاما دبليو في الاي في الزد. لذلك هذه الاجهاد اللي هو في حاله الاستاتيك راح يقل او يزيد حسب المعادله، حسب المعادله اللي هي جاما زد راح تساوي جاما داش زد اي في حاله الاستاتيك زائد ناقص جاما دبليو اي في الزد اللي هو الاجهاد الناتج عن حركه المياه عن السيبج. هنا الاشاره زائده او ناقصه بالاعتماد قلنا على حركه السيبج، على اتجاه السيبج، فهي اشاره زائده اذا كان عندي السيبج هو داونورد، هو باتجاه الاسفل، واشاره ناقصه، صار ناقصه راح تكون اذا كان السيبج هو اتجاهها باتجاه الابواب للاعلى. هذه ايضا اريدك تحفظ لي علاقه 8 8. بعدنا في المواضيع المهمه اللي نقدر نستخرجها والمعلومات المهمه اللي نقدر نستخرجها من الفلونت. من ضمن المعلومات ايضا وفد معلومات عن ما يسمى بالستاتيك ليكويفاكشن، أحيانًا يسمى heaving، أحيانًا يسمى boiling أو piping، أحيانًا يسمى quicksand، إلى عدة أسماء. كل هاي الأسماء تشير إلى نقطة واحدة اللي هي نسميها ظاهرة الفوران. ظاهرة الفوران، هاي الظاهرة تحدث عادة إذا كانت الطبقة، طبقة التربة هي طبقة رملية. ظاهرة الفوران تحدث أيضًا بالdownstream. الفوران هذه تحدث بالداون ستريم، تحدث في هاي المنطقة. الماء المتجه من الأب ستريم إلى الداون ستريم، الماء المتجه من الأب ستريم إلى الداون ستريم أحيانا في هذه المنطقة يسبب فوران للتربة الموجودة في هذه المنطقة. هاي التربة الموجودة هنا راح تتحرك مع حركة المياه، بدل ما كانت هي في حالة الستاتيك ساكنة راح تبدي تتحرك. تتحرك معناته انه راح تخرج من هذا المكان، راح تخرج من هذا المكان وتروح مع الماء اللي راح تكون ضمن الداون ستريم. فراح يكون عندي هاي المنطقه هي منطقه فارغه من التربه،
منطقه خاليه من التربه. طبعا هذا الشيء خطر جدا، راح ياثر على استقراريه المنشات حتى في هذه الحاله. هاي الحاله هنا ربما تكون اخطر. راح يحدث عندي الفوران في هذه المنطقه. احنا خلي شويه نتطرق الى الموضوع بصوره اوسع، يعني معلومات ما موجوده عندكم بالمحاضرات لكن هي مفيده، حتى اقلل او امنع ظاهره الفوران عندي مجموعه من التكنيكس اللي استخدمها. من ضمن التكنيكس انه اخلي هنا ما يسمى بالفلتر في منطقه الداون ستريم في نهايه السد، اخلي ما يسمى بالتوي فلتر او الفلتر. هذا الفلتر هو عباره عن تربه، ايضا تربه، لكن تربه تكون بمقاسات معينه محدده، احيانا او اغلب الاحيان تكون من الرمل زائد الحصى مع نسبه جدا قليله من المواد الناعمه، لا تتجاوز 5%. لها مواصفات خاصه، لها تدرجات خاصه. وظيفه الفلتر هذا هي نفس وظيفه الفلتر المستعمل بالمنازل بماء الاساله. نستخدم الفلتر حتى نعبر الماء ونمنع مرور الشوائب، هي وظيفه الفلتر. هنا نفس الشيء، هذا الفلتر هو يسمح بمرور الماء لكن يمنع مرور التربه، فما راح يصير عندي ظاهره الفوران، ظاهره الهيبنج او البايبنج. راح احافظ على التربه في هذه المنطقه، انه الفلتر الموجود هنا راح يمنع مرور التربه ويسمح بمرور الماء فقط. هاي احدى التكنيكس المستخدمه منع ظاهرة الفوران اللي هي البايبينج أو البويلينج أو الهيبينج أو الكويك ساند. طيب هاي شو وقت تحصل؟ هاي الظاهرة شو وقت تحصل؟ تحصل هاي الظاهرة إذا كان عندي الإفكتيف ستريس يصبح صفر، أي أنه التربة تكون غير قادرة على التماسك. الفريكشنال سترينث الموجود بين جزيئات التربة يصبح قليل، بحيث التربة تكون غير قادرة على التماسك فيما بينها، فتتحول إلى حالة تسميها viscous fluid، يعني تصبح التربة قابلة للحركة، تتحرك التربة لأنه راح تفقد قوة الاحتكاك اللي تربطها مع جزيئات التربة الأخرى، فراح تكون قابلة للحركة مع حركة المياه. فإذا احنا عرفنا أنه الجاما زد أو عفوا سيجما زد داش تساوي جاما داش في الزد ناقصا جاما دبليو اي في الزد. هاي اذا ساوت صفر، معناتها وصلنا احنا الى حاله انه التربه تكون على وشك الحركه. هنا التربه تكون على وشك الحركه. طيب هذا الشيء راح يقودنا الى ما يسمى بالكريتيكال هيدروليك جريدينت، الميل الهيدروليكي الحرج. هنا تلاحظون انه عندي هنا اي هنا هو الهيدروليك جريدينت. هذا الهيدروليك جريدينت يكون حرج في حالة تساوي الستريس الناتج عن التربة في حالة الستاتيك مع الستريس الناتج عن حركة المياه من خلال السيبج، بحيث مجموعهم أو الفرق بيناتهم عفواً يساوي صفر. فإذا سوينا هاي المقدارين، هذا المعادلة للصفر، راح اشوف انه الاي هنا راح اسميها اي كريتيكال راح تساوي، طبعا الزد تختصر راح تساوي، اذا الاي راح تساوي شنو؟ جاما داش اوفر جاما دبليو، جاما داش هذه اوفر جاما دبليو. هذه من خلال علاقات التربه، علاقات الخاصه بالتربه، راح تساوي جي اس ماينس 1 على 1 زائد ان اي مضروبه في جاما دبليو مقسمه على جاما دبليو، فهي تساوي جي اس ماينس 1 على 1 بلس اي، الاي هنا الفويد ريشيو. اذا هذه الاي هي اي كريتيكال وتساوي هذا المقدار. هذا ايضا اريدك تحفظه. مثل ما تلاحظون انه جي اس هو فد قيمه ثابته للتربه. جي اس هو فد قيمه ثابته للتربه. فاذا الكريتيكال هيدروليك جريدينت هو فد فانكشن، هو يعتمد على الفويد ريشيو، طيب احنا هنا وجدنا
الاي اللي هي اي كريتيكال هي جي اس ماينس 1 على 1 زائد اي. هاي بتعبير اخر هذا هو ما ممكن ان تقدمه التربه، هاي القيمه هي اللي تقدر التربه تقدمه ك هيدروليك جريدينت. هاي تعتمد على خواص التربه، هذا الرقم يعتمد على خواص التربه. طيب احنا اخذنا انه الهيدروليك جريدينت الناتج عن من؟ عن حركة المياه، ناتج عن رسم، ناتج عن رسم لفلونت الاي انه هو اي ماكسيمم هو دلتا اتش اوفر ال مينيمم، دلتا اتش اوفر ال مينيمم. فراح يصير عندنا تو هيدروليك جريدينت، اول واحد هو اي ماكسيمم ناتج عن حركة المياه اللي تسبب هذه حركة المياه اثناء السيبج، واي اخر سميته اي كريتيكال هذا هو مقدار ما تتحمله التربة، مقدار ما توفر التربة من هيدروليك جريدينت. لذلك انه راح يكون عندي فت فاكتور اوف سيفتي. فاذا كانت الاي كريتيكال، طبعا المفروض تكون الاي كريتيكال هي اكبر من الاي اكزيت. هاي هنا الاي مثل ما قلنا الاي ماكسيمم اسميها اقدر اسميها اي اكزيت، هنا سميناها اي اكزيت. المفروض انه الاي كريتيكال هذه تكون اكبر من الاي اكزيت حتى احقق متطلبات السيفتي، حتى احقق متطلبات السيفتي الاي كريتيكال المفروض تكون اكبر من اي اكزيت. اذا كان عندي الاي كريتيكال اكبر من الاي اكزيت، يعني هاي الاي اكبر من الدلتا اتش اوفر ال مينيمم، فاقول انه البولينج ما راح يصير، ظاهرة الفوران بويلينج أو البايبينج ما راح تصير. إذا لا الآي كريتيكال اللي وجدتها من خصائص التربة هنا هي أقل من الآي إكزيت، يعني هاي القيمة هي أقل من واحد راح تكون، فأقول إنه البويلينج راح يحدث، البايبينج راح يحصل. وإذا تساوت يعني راح تساوي واحد، يعني الآي كريتيكال تساوي الآي إكزيت، أقول إنه التربة تكون على وشك، يعني هي استوها بادية بالفوران، على وشك الفوران. طيب أيضا من ضمن المعلومات اللي أقدر أحصلها واللي هي جدا ضرورية هو معرفة ما يسمى بالأبليفت بريجر أندر هيدروليك ستركتشر، يعني الماء تحت المنشأ تحت السد راح يشكل فت قوة رافعة على السد، شكل قوة رافعة على السد. فحتى أوجد هاي القوى الرافعة اللي أسميها بالبور ووتر بريجر أو الأبليفت بريجر اللي تحاول تقلب تدفع الستركتشر، تدفع الدام إلى الأعلى، عندي معادلتين، معادلة لحسابها هي لحساب هذه الأبليفت بريجر هي اتش بي اد جي، يعني في نقطة معينة لنقطة معينة في التربة نقطة جي مثلا أقدر أحسب الأبليفت بريجر أو ما يسمى بالبور ووتر بريجر اللي هي رمزها يو جي في نقطة جي، يعني راح تكون اتش بي آت هاي النقطة مضروبة في الجاما دبليو. طيب الاتش بي نفسها هذه في نقطة جي راح تساوي إلى هذا القانون اتش بي آت جي تساوي كابيتال اتش اللي هو الفرق بين منسوب المياه في الأبستريم عن الداونستريم ناقصا ان دي آت جي مضروب في الدلتا اتش، هسه راح ارجع لها الان دي ات جي ناقصا زد جي او منسوب النقطه عن الديتوم اللي اختاره. الان دي هنا ان دي ات جي احنا قلنا الان دي هو نمبر اوف بوتنشال درامز، عدد مرات فقدان الجهد في كل الفلونات، لكن ان دي ات جي هو عدد مرات فقدان الجهد الى نقطه جي، الى نقطة جي. يعني فقدان الجهد احنا عدد مرات فقدان الجهد من بداية الجريان الى نهاية الجريان نعرفه نسميه ND، لكن هنا أنا بهاي المعادلة انا اريد عدد مرات فقدان الجهد لغاية نقطة جي، لغاية نقطة جي. عندنا بعد مجموعة من الامثلة ان شاء الله راح نشوف تطبيق مباشر لكل هاي القوانين وكيفية حساب كل هذه المعطيات. وشكرا.